الإخوة والأخوات الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. ترحب بكم جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد في هذه الندوة التي تحمل عنوان أزمة الدين العام، الأسباب والنتائج والحلول، ويقدمها عضو اللجنة المركزية الأستاذ إبراهيم شريف السيد. تشير آخر البيانات المحدثة للدين العام بلوغه في أغسطس من العام الحالي 9,100,000,000 دينار بحريني، في حين لم يتجاوز في العام 2007 616,000,000 دينار، أي أن الدين العام قد تضاعف بما يقارب 15 مرة. لتفسير أسباب هذا الارتفاع الصاروخي للدين العام، لا يجوز تشخيص الإشكال دون الوقوف أمام أساس المشكلة والمتمثل في نموذج اقتصادي خدماتي منكشف على المضاربات العقارية والمالية، وكذلك جمود سياسي وتراجع للحريات العامة وضعف الصلاحيات الرقابية والتشريعية للبرلمان على المال العام. والآن أدعو الأستاذ إبراهيم شريف عضو اللجنة المركزية والأمين العام السابق لجمعية وعد لتسلم المنصة لمدة 40 دقيقة والإبحار بنا في أسباب ارتفاع الدين العام ونتائجه والحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العجز وارتفاع الدين من خلال المحاور الرئيسية، وهي تراكم الدين العام، انحسار الاحتياطيات الأجنبية، تخفيض التصنيف الائتماني، الشفافية والنفقات الغير معلنة، المشاريع المتعثرة والفاشلة، المصاريف الأمنية والعسكرية، والحلول المقترحة. تفضل أستاذ إبراهيم. شكرا أخ أحمد. مساء الخير جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة مناولة الموضوع بتكون من الجانب المالي وليس من الجانب الاقتصادي، يعني أنا ما لن أتحدث عن الاقتصاد، موضوع الاقتصاد أكثر متشعب وأصعب ويحتاج أبحاث أكثر، أنا أتناول الجانب المالي. أزمة الدين العام، الأسباب والنتائج المحتملة والحلول الممكنة. واقع الحال في هالقسم دي أنا ثلاثة أقسام تقريبا، اللي هو واقع الحال وضعنا الآن، الأسباب مالته، وأربعة أقسام الأسباب اللي وصلتني إلى هذا الحال، النتائج المحتملة اللي موجودة واللي محتملة لهذا الحال بناء على أيضا سيناريوهات موجودة في دول أخرى، والجانب الرابع بيكون الحلول الممكنة، هل في حلول فعليا ولا احنا في أزمة ما لها، يعني ما لها حل. تراكم الدين العام، إجمالي الدين العام الأخ أحمد ذكر 9 مليار هو الرقم اللي الدولة تتكلم عنه، لكن فعليا بتشوفون من الأرقام اللي موجود عندنا الدين العام مليار أكثر من ما هو معلن، 10 مليار. هذا هو مسار الدين العام، ذكر أخونا أحمد بأنه إحنا كنا تحت المليار دينار إلى حد 2006-2007، مرة واحدة شهدنا نمو سريع في الدين العام، حتى في السنوات اللي كنا نسجل فيها فائض في 2007 و2008 بدينا نشهد، لكن بالذات في الأعوام اللي بعدها لما بدينا نسجل عجوزات ارتفعنا أكثر من 10 مرات في خلال 10 سنوات الماضية. خلال السنتين الماضيتين فقط 2015 و2016 أضفنا حوالي 4.3 مليار، يعني 43% من كل الدين مالنا فقط جاء في خلال السنتين الماضيتين. مكونات الدين العام، من اللي عقبه؟ الدين العام الحكومة تتسلف، ممكن تتسلف قروض من البنوك، ممكن تتسلف تصدر سندات اللي هي شكل من أشكال قروض، أي على سند، السند عادة لوقت محدد يدفع، ممكن يكون 3 أشهر نسميه أذونات خزانة، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة واحدة، سنتين أذونات خزانة، أو يكون أطول نسميهم سندات، ممكن إذا كان متوسط نسميهم نوتس، وإذا كان طويل نسميهم بونز، بس عموما سندات بشكل عام، فكلهم خلينا نسميهم سندات، سواء كانت أذونات
اللي هي قصيرة والله كانت متوسطة أو طويلة. مجموع السندات والقروض المحلية الآن في مصدرين الحكومة تأخذ منهم، يا أما تأخذ من السوق المحلي بالدينار، يا أما تأخذ من السوق العالمي، ممكن أيضا بنوك محلية تساهم فيه بالدولار. فعادة هذين الطريقتين الحكومة تستلف فيهم. مجموع السندات والقروض المحلية أغلب السندات الآن 4.6 مليار محلي، معناها من السيولة المحلية، وبنشوف عقب تأثيرها على أن الحكومة تزاحم في السيولة مع القطاع الخاص ومع الأفراد. مجموع السندات والقروض الدولية حوالي 4.2 مليار، هذه دولي معناها بالدولار، سندات اللي تصدرها الحكومة بالدولار، وعادة تكون ما تكون قصيرة. سندات اللي تصدرها الحكومة محلية حوالي 2 مليار منها قصيرة، يعني أذونات خزانة على 8 شهر سنة. المجموع اللي أعلنت الحكومة في نهاية 2016 هو 8.866 مليار، هو السطر الثالث كتبت معلن عنه. ما هو معلن هو اللي أعلنت الحكومة، لكن لما بحثنا إحنا في ميزانية البنك المركزي وجدنا البنك المركزي حدث شيء غريب في ميزانيته خلال السنتين الماضيتين، وهذا الموضوع أيضا أثار انتباه صندوق النقد الدولي اللي تابع البحرين. وجدنا أنه في 2015 الحكومة من خلال وزارة المالية تسلفت حوالي 500 مليون دينار من البنك المركزي. البنك المركزي عادة ما يسلف حكومة، البنك المركزي ممكن يشتري سندات حكومية بس ما يسلف يعني مباشرة حق وزارة مالية. فالبنك المركزي سلف في 2015 500 مليون، ما كان بالعادة موجودة، هذه صفر عادة موجودة، أغلب السنوات اللي قبلها صفر أو 10-20 مليون بس. والبنك المركزي في 2016 أضاف 500 إضافية، صار 1.1 مليار تقريبا. إذا مجموعهم لو ناخذهم ذلين يطلع إجمالي ديون الحكومة 9.944 تقريبا 10 مليار دينار. كم من حجم اقتصادنا؟ هذا مهم، يعني مو المهم الآن حجم الدين، لكن إذا اقتصادك كبير وحجم الدين مالك نسبيا صغير ما في مشكلة. يعني أمريكا تقدر تتسلف تريليونات، لكن البحرين ما تقدر تتسلف 20 مليار مثلا، 10 مليار كثير بالنسبة لها. فإحنا بالنسبة لنا أصبح 83%، وهذه بالنسبة حق دول نامية مرتفع نسبيا. إذا الرقم الحقيقي هو فعليا 1 مليار تقريبا أكثر من ما الحكومة أعلنت عنه. بعده كلفة الدين، إذا تتسلف أكثر بطبيعة الحال تدفع فوائد أكثر. فكلفة الدين إحنا كنا خلينا نقول 10 سنوات قبل كنا ندفع عشرات الملايين فقط، في سنة 2015 مو موجود الرقم هني 269 مليون دفعنا، 2016 362، 2017 المتوقع 2017 حسب ميزانية الحكومة 477، و 2018 553. تقريبا كل سنة إحنا معدل الدين مالنا الفوائد مالته تزيد حوالي 100 مليون دينار. بس خلانا بسط لكم 100 مليون دينار إيش معناها. كل 10 دولارات من زيادة في أسعار النفط، لو زادت أسعار النفط قفزة، يعني قفزة الآن تعتبر كبيرة في الفترة، 10 دولارات لو زادت في أسعار النفط ما تغطي نص فوائد الدين اللي موجودة عندنا إحنا. إذا الفوائد في استمرار، فأنت الدولة الآن ما عندك فقط تدفع المصاريف مالتها، عقب ما تخلص تدفع كل المصاريف لازم عليه تدفع الفوائد مال الدين. الآن قبل 10 سنوات تقريبا فوائد الدين كانت صفر، الآن ندفع 500، في 2018 بندفع 553. بس أعطيكم رقم إيرادات النفط، أمور النفطية والغازية، إيرادات النفط فقط، إيرادات النفط في الميزانية في ميزانية 2017 و2018 حوالي 1.1 مليار، يعني نصف إيرادات البحرين من النفط ستذهب العام القادم لفوائد. احنا ما نسميه خدمة الدين لأن خدمة الدين هي فوائد زادا أصول، لكن فقط قسم الفوائد في خدمة الدين بياخذ نصف إيراداتنا النفطية. وهذه الخطورة في تنامي الدين، أنتم مع الوقت الدين صار بيصير هو أكبر جزء من ميزانية الدولة. إذا استمرينا على الحالة هذه بعد بضع سنوات، يمكن بعد 10 سنوات، الفلوس اللي ندفعها حق الفوائد أكثر من دفعها حق رواتب الموظفين الدولة كلهم. اللي بعده
شفنا ايضا ظاهره في دراستنا للبنك المركزي، انه البنك المركزي حافظ على قدر جيد من السيوله من العملات الاجنبيه. البنك المركزي عاده ياخذ فلوس من البنوك، في جزء منها نسميه الريزيرف الاحتياطي البنوك، جزء منها هو اموال مراكمه عند البنك المركزي، ويخلي الجزء الاكبر منها احتياطي خارجي في عملات اجنبيه، دولار، يورو، غيرها، ذهب شويه طبعا، لكن اغلبها عملات اجنبيه. هاي نسميها احتياطيات البلد من العملات الاجنبيه، احتياطيات الدوله او الحكومه، الافراد عندهم احتياطيات بروحهم، بس الحكومه احتياطياتها من خلال البنك المركزي. البنك المركزي حافظ في السنوات الماضيه على، بتشوفون على خط فوق المليارين، لكن لما نزلت اسعار النفط بسرعه نزلت احتياطيات البنك المركزي الى حوالي مليار دينار، الحين حوالي مليارين ونص الان دولار، اقل الان من الرقم اللي تشوفونه الان. وهذا يعتبر خطير في تقرير موديز بعد شوي بنشوفه، يقول البحرين عندها تغطي فقط شهر واحد من الايرادات من الاستيراد، لان انت تحتاج العمله الاجنبيه عشان تستورد، وتحتاج عمله اجنبيه عشان تدفع خدمات، مثلا خلينا نقول تدفع حق رواتب العمال الاجانب يحولونها برا، اي وخدمات اخرى. بالنسبه للواردات احنا نغطي فقط شهرين او شهرين ونص فقط من وارداتنا، وهذا رقم خطير، لانه حتى مصر اللي وضعها المالي صعب عندها 36 38 مليار، لبنان اللي يقولون عندها مشاكل بلاوي وعندها دين عام حوالي اكثر منه حوالي 140 150%، عندها حوالي 40 مليار دولار احتياطيات، يعني ما حد يخلي الاحتياطيات مالته تنزل بهذا الشكل الخطير، هذه علامة خطر على وجود مشكلة في إدارة الاحتياطيات. عدم وجود احتياطيات معناها أي هزة كبيرة تحدث ما عندنا قدرة على امتصاصها. أنا أقدر أقول اللبنانيين على المدى البعيد صعب وضعهم 140 150% الديون على الناتج المحلي، لكن إذا حصلت لهم هزة اليوم 40 مليار عندهم قاعدين عليها، يقدرون يمتصون عدة أشهر من الهزات، إحنا ما نستطيع نمتص حتى شهر أو شهرين من الهزات. اللي بعده تصنيف الدين العام. طبعا لما يزيد عندك الدين العام مثل أي واحد فينا، لما يزيد عليه الديون البنوك بعضهم ما تقرضه، أو إذا بتقرضها بتقرضها بسعر عالي، يمكن الأفراد ما يحسون فيه، الشركات يحسون فيها أكثر. الافراد يا ما يعطونك يا ما يعطونك، وعاده الاسعار معروفه تقريبا متقاربه، لكن الشركات لا، الشركات ممكن انها ما تحصل، او تحصل بدل تحصل ب 4 و 5 و 6% تحصل 10 و 15%. وهذا ايضا يجري للدول، الدول اللي الدين يتراكم عليها يعتبر وضعها المالي ضعيف بسبب تراكم الدين، اذا كان عندها عجز كبير في الموازنات، لان الدين شلون يتراكم؟ الدين يتراكم لان انت تصرف أكثر من ما تدخل، فإذا تصرف أكثر من ما تدخل، مثل أي واحد فينا إذا يصرف أكثر من ما يدخل لازم يروح يتسلف من البنك عشان يغطي العجز ماله، نفس الشيء الحكومة. فالمغرضين يشوفون هذه الحكومة عندها قدرة تسدد الدين مالنا في المستقبل، هل في عندها إيرادات زيادة ولا ما عندها إيرادات زيادة؟ إذا ما عندها خايفين يبتدون يخافون، لن يقرضون إلا بسعر عالي، لذلك تجي وكالات تصنيف شغلها فقط تروح تشوف الدين هذه قوة البلد بقدرته على السداد وتقوم بالتصنيف. في 2006 كان أفضل تصنيف لنا، أفضل تصنيف لنا هو A ألف، أفضل تصنيف هو ألف 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 ثلاثة 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 A، وعقب يي ألف ألف زائد، ألف ألف عادي، ألف ألف ناقص، عقب يي ألف اللي هو A، A زائد A و A ناقص. إحنا تصنيفنا A هو تصنيف جيد جداً في المعايير الدولية. في 2006 هذه، في 2011 حدثت المشاكل السياسية، اضطرابات سياسية، وكالات التأمين الائتمان العالمي بدأت تحط المخاطر السياسية في الموضوع، فنزلت البحرين لاحظوا مرة واحدة خقت إلى بي بي بي، هذه أكثر من درجة، درجتين. أسعار النفط انهارت في 2015 نزلت إلى بي بي ماينس، ماينس أقل من بي 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 عادية، يعني درجة أو خانة واحدة، نقول إحنا نوتش، خانة واحدة أنزل. 2016 زادت العجز المالي، ما وجدوا وكالات الائتمان دي تحسن في الوضع المالي، وجدوا أصعب الوضع المالي،
نزلوا لنا ايضا خانتين بي بي بي. ديسمبر 2016 شافوا الوضع يسوء أسوأ، نزلنا بي 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 ماينس. يعني احنا نزلنا حوالي 7 خانات في تقرير موديز وكالة ثانية، هاي وكالة ستاندرد اند بورز، هما 3 وكالات أساسية ستاندرد اند بور موديز وفيتش. في تقرير موديز نزلنا أيضا خانة أيضا أكثر من الخانة هذه اللي موجودة. إذا احنا الآن تحت البي بي ماينس، تحت البي بي بي ماينس نعتبر الوضع مخطور، يسمونه سب انفستمنت جريد، يعني الاستثمار تحت المأمون، تحت مستوى المأمون. فاحنا في المستوى المخطور وقاعد نزيد في وضعنا، معناها كلفة الدين اللي بيسلفنا بيشوف وضعنا المالي بناء على تصنيفات ذلين يبي فائدة أعلى، لأن المخاطر بتصير أعلى. اللي بعده هاي ما يبين هني، بس هذه الجراف الكمبيوتر ذي طراز بوكالتش عندنا، هذه يبين الهبوط السريع في الخانات في التصنيف. نمشي عنا هذه 7 خانات في حالة ستاندرد اند بور، 8 خانات في حالة موديز. اللي بعده الآن شو يقولون المحللين؟ خلينا نقول رويترز قاعد تنقل طبعا عن غيرنا، تقول وكالة موديز نزلت تصنيف البحرين درجتين الى بي ماينس الى بي 1 عفوا، تصنيف موديز غير عن تصنيف الارقام اللي يستخدمونها والحروف شويه غير. احنا في نفس خانه نيجيريا، اوكي انتم تصوروا روحكم في نفس خانه نيجيريا، اللي يعرف نيجيريا يعرف الخانه اللي احنا موجودين فيها. عمان خفضت ايضا، لكن عمان وضعها الحين احسن درجتين، احسن بضع درجات، 5 درجات تقريبا افضل. لكن بقية دول الخليج كلها مصنفة A، وانت طالع الـ4 دول الأخرى كلها تصنيفها جيد جدا أو أكثر. صندوق النقد أنذر البلدين، حذر البلدين بالأحرى، حذر عمان وحذر البحرين بضرورة بذل المزيد من الجهود لخفض عجوزات المواجنة عشان يتجنبون المشاكل. الدول الأخرى يقول الصندوق قدمت خطط مقنعة لخفض عجوزاته، لكن البحرين وعمان ما أعطونا خطة عملية لخفض العجوزات، يعني ما احنا ما قاعد نشوف نهاية للنفق المظلم اللي دخلوا فيه. ملاحظة يضيف يقول احتياطيات البحرين من النفط 9 سنوات بس. شوف كل المشاكل مال البحرين بعد 9 و10 سنوات كلها تتراكم، يعني خلال العقد القادم هو عقد سيء للغاية إذا احنا ما تحركنا. ربما هو ياخذ 9 سنوات حق حقل البحرين، مو حقل ابو اسعافه، انا ما ادري الرقم 9 سنوات من وين جايبه، لكن هذه وكاله ليست يعني مو باحنا، هذه وكاله كبيره وتاخذ ارقامها من الحكومه، والحكومه تعطيها عقد على اساس انها تصنف الدين مالها. المقرضون يعتقدون بان الدولتين ستحظيان بدعم من جوا الجوار، لكن وكاله التصنيف بدات تشكك ان هذا الدعم بيجي. في حاله البحرين قالت موديز انها تتوقع دعما من دول الخليج، لكن ليس واضحا لديها شكل الدعم وتوقيته. اوكي الدعم بيجي، لكن ما ندري متى بيجي ولا حجمه ولا شروط مالته ولا كل شيء، يعني احنا في حاله ضبابيه في هذا الموضوع. موديز الان اروح لان يقول الوضع الائتماني لحكومه البحرين سيضعف أسوأ من الوضع الحالي، السيوله ستقل، الدول المجاوره كلها قاعد تصدر سندات والبنوك تبي تمولها، فبدل تي الاموال عشان تمولنا بتروح الاموال عشان تمول دول مجاوره، معناها قدرتنا على ان ناخذ من الدول من صناديق الاستثمار والبنوك الدوليه وغيرها المستثمرين بتقل، لان الاخرين في دول الخليج قاعد يصدرون سندات بكميات كبيره. قالوا الشيء المضي ان هناك ضريبه للقيمه المضافه هذه بالدخل، ما حددوا المبلغ، وان كان يعني المتوقع ما دخل اكثر من 200 مليون دينار. لكن قالوا في نقص في استراتيجيه شامله لتقويه الوضع، ما شايفين استراتيجيه لتقويه الوضع. في العجز السنوي بلغ 18% العام الماضي 2016، الحكومه على فكره ارقامها ما تقول 18%، الرقم 18% هو نفس الرقم اللي احنا وصلنا عليه من خلال تحليلنا للموازنات والمصاريف او النفقات الغير مدرجه في الميزانيه. الديون ستلتهم فوائد ستلتهم 21% من كل ايرادات الحكومه، 21%، يعني خمس ايرادات الحكومه بتروح اساس بس نسدد فيها
الفوائد مال الديون، ويتكلم عن انخفاض احتياطي البنك المركزي الى 2.5 مليار دولار، اللي هو انا قلت مليار في 2016، يعني الان اقل من هذا الرقم. اللي بعده، لكن موديز تحط شيء ايجابي في تقرير، وانا مهم هذا، انا اقول انه الوضع ليس سوداوي تام، بالامكان حل المشكله اذا كان في هناك اراده سياسيه لحل المشكله وتوافق وطني. موديز تعتقد الاقتصاد البحريني مدعوم بتنوع اقتصادي جيد، يقول 80% من حجم الاقتصاد البحريني مو بنفطي. وانا الرقم هذه ممكن واحد ياخذ ويعطي فيه، لانه قطاع الالمنيوم هو قطاع شبه نفطي لانه مدعوم الغاز فيه، قطاع البتروكيماويات مدعوم الغاز فيه، هذين 15 الى 20% من اقتصادنا لا علاقه بدعم الغاز، لا علاقه بالنفط. لكن بشكل عام في تنوع في الاقتصاد البحريني اكثر من اغلبيه دول الخليج. فلان عندك تنوع معناها ممكن يكون عندك قاعده ضريبيه واسعه تاخذ منها، حتى الان ما استفادت الحكومه منها. الحكومه لم تبذل جهد كافي لاستخدام هذه القاعده الاقتصاديه لتنوع مصادر الدخل مالها. الحكومه تستفيد من خطه المارشال الخليجي، هي خفضت نفقاتها الراسماليه وفي المشاريع، لكن الراسمال الخليجي هو اللي حافظ على النفقات بشكل جيد، لذلك ما شفنا احنا ضربه كبيره في قطاع، خلينا نقول حتى الان القطاعات الانشائيه او ما شابه، لانه المارشال الخليجي يجيب لنا من الدول من ثلاث دول حوالي 750 مليون دولار ناقص زايد كل سنه. اهم شيء انا يعني وجدته في تقرير موديز هو هذه الملاحظه اللي بالاحمر، لا نتوقع تطوير استراتيجيه لتقويه الوضع المالي بسبب معاناه البلد من ازدياد التوترات السياسيه. موديز تقول البلد تعاني من توترات سياسيه، الحكومه تخشى اتخاذ اجراءات جريئه تجعل التقدم باجراءات تقشفيه امر غير مقبول شعبيا. عدم يعني الحكومه السعوديه اقدمت اجراءات تقشفيه جدا كبيره. حكومه البحرين ما استطاعت ان تقدم، وضعنا احنا اسوء من السعوديه على فكره، مو احسن، السعوديه عندهم احتياطيات كان 600 700 خفت الان، احنا ما عندنا احتياطيات، فعنده قدره على امتصاص الصدمه اكثر من عندنا احنا. ليش ما اتخذت البحرين اجراءات؟ السبب مثل ما تقول موديز، هو اي سياسي الان في البحرين يقدر يحلل، السبب ان التوترات السياسيه والاجتماعيه خطيره في البلد، لدرجه ان الحكومه لا تريد تضيف الى هذه النار ايضا وقود من خلال يعني عمليه يعني تشيل كل الدعم، الان شيل جزء من الدعم عن النفط بس ما شيل عن المواطن مثلا الكهرباء او الماء الى اخره، اذا ما تستطيع ان تقوم، ولا خفضت ولا حتى وقفت زياده الرواتب، يتذكرون في يناير يا زيارة قالوا طلع قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء بنوقف الزيادة، احتجوا الناس خلال شهر واحد القرار انتهى. وهذا السبب يمكن يرجع إلى هذه هشاشة الوضع في سياسي في البحرين، تجعل من الصعب على الحكومة القيام بإجراءات جريئة في مجال إصلاح المالية العامة للدولة. ونفس الكلام إذا شفتوه في قضية التقاعد، الآن سنتين يتحكون عن تغيير امتيازات التقاعد، تقاعد المبكر، زيادة الاشتراكات، زيادة سن التقاعد، كلها قضايا أجلت بسبب، ربما يكون هذا هو السبب المهم. سجل التجاري قبل شهر أو شهرين رفعوا سجلات تجارية واحتجوا الناس والتجار، تراجعت الحكومة على الأقل لستة أشهر، وهذه كلها يثبت بأن هذه الملاحظة ثاقبة وصحيحة. ملاحظات صندوق النقد الدولي في أغسطس 2017، هذا كان في يوليو موديز، الآن في أغسطس قالوا انه عندنا مشكله ايضا في الحساب الجاري، الحساب الجاري له علاقه بحساب مدفوعات، البلد اللي في وضع صحي تستلم فلوس من الخارج اكثر من ما تطلع، مثل ما اي انسان في وضع صحي يستلم اكثر من ما يطلع، البلد في وضع صحي جيد تستلم فلوس من خلال صادراتها النفطيه والخدمات والى اخره اكثر من ما تدفع. البحرين في حاله عجز يعني تدفع اكثر ما تستلم في حاله الحساب الجاري 4.7. النمو يتوقعونه في 2018 ينزل الى 1.6، كان 5% قبل كم سنه. فاحنا نتكلم عن ثلثين النمو بيطير من عندنا في هذا البلد.
العجز سينخفض لكن للحين بيبقى كبير، توقعهم حوالي 12 وشوي من 10 ل 1.5 مليار. الحكومه قالت في ميزانيتها 1.2 من 10 و 1.3 من 10، وهذا يبين لك انه حتى صندوق النقد الدولي ما يصدق الرقم الحكومي، في 300 مليار مليون زياده سنويا في النفقات. هناك حاجه لتعديلات ماليه ضخمه وسريعه حسب ما يقول صندوق النقد الدولي. يجب خفض المعاشات، يقول معاشات في البحرين 12 تاكل 12% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما في دول الخليج اقل منه، هاي دول الخليج اقل منه. او يتكلمون عن خفض دعم الطاقه، لكن يتكلمون ايضا انه لازم يكون في تقليل الاثار السلبيه على الفئات الضعيفه، هذا كلام يعني عاده صندوق النقد مو جاد فيه، الان صاروا اول ما كانوا يتكلمون عنه، الان صاروا على الاقل يتكلمون عنه. وضع البنوك المحليه سيولتها جيده. ثبات سعر الصرف عامل ايجابي، انه سعر الصرف الدينار البحريني ما زال ثابت ما تغير. يقول انه في خوفا من هروب الاموال. احنا نسمع ترى تراطيش كثير حكي ان كثير من التجار واصحاب الاموال حولوا فلوسهم الى الخارج خوفا من تغيير سعر الصرف في المستقبل. وهذه ايضا لاحظها صندوق النقد وقال على اساس انه تحافظون من هروب الاموال رفعوا الفوائد على دينار البحريني بحيث انه يصير منافس، الناس تحط فلوسه داخل البلد بدل اللي تطلع. وحذر صندوق النقد ما قلنا له انه البنك المركزي يجب انه ما يقرض الحكومه او وزاره الماليه. اللي بعده. خلينا نقول تراكم الديون، اذا شو يسوي لنا الان؟ ارتفاع نسبة الفوائد، البحرين الآن تدفع فائدة أكثر من ما تدفعها أبو ظبي مثلا أو الكويت ب3%. يعني لو احنا حافظنا على تصنيفنا السابق الاي كان بندفع يمكن 1% أقل منهم. الآن أكثر منهم، الآن ندفع 3% زيادة، أنت تصوره ال 2% الزيادة معناها البحرين قاعد تدفع بسبب تدهور وضعنا المالي. البحرين قاعد تدفع على الأقل 150 مليون دينار زيادة لأنه ما قدرنا المالية بشكل جيد. هذه فقط نماذج لولايات المتحدة كم تدفع على العشر سنوات 2.1، أبو ظبي تدفع 3.1، البحرين تدفع 6.75، تدفع 3.5 تقريبا، أكثر من 3.5 من الإمارات. لما ينخفض تصنيف الحكومة عند وكالة الائتمان أيضا ينخفض كل مقترض في البحرين تصنيفه، لأنه ما يمكن يكون تصنيف المقترض أعلى من تصنيف البلد. لما تصنيف الحكومة هو يعني تصنيف البلد، ما يصير أنت في داخل البلد دي وتصنيفك أعلى من تصنيف البلد، إلا إذا كنت مثلا مثل جي آي بي، لأن خلينا نقول مؤسسات دولية مركزها في عدة محلات أو إلى آخره. لكن بشكل عام تصنيفك ما يكون الحد الاقصى هو، لذلك البنوك المحليه الان المقترضين المحليين اللي بيقترضون من السوق الدوليه ايضا يعانون من نفس المشكله ارتفاع كلفه الدين. اخر شيء بقوله هي قضيه احنا نسميه الكراودنج اوت اللي هي المزاحمه الطارده. لما الحكومه تصدر سندات محليه في السوق المحليه فهي تشفط السيوله المحليه من المستثمر الاكبر الديون البنوك. البنوك يا جماعة سهل لهم الآن يأخذون من عندكم ودايع، أغلب البنوك تدفع ودايع كم؟ 0.5-1-2% وتسلف على الحكومة 7 سنوات خلينا نقول 6.5 و7%. قلت بنو برينر ما يبي لمخ، 2% أدفع حق 1% أدفع حق مودعين وأحصل 7%، 6% في مخ باي بدون لا تعب روحي، لأن إدارة الخزانة ما يحتاج لها لتم موظف، بينما إدارة إقراض الأفراد يبي لي أنا عشرات الموظفين، شركات والافراد مئات الموظفين. فانا اركز كبنوك على اقراضي، لذلك شفنا بنك البحرين الوطني الان في السنتين الاخرتين، بنك البحرين الوطني يعني اهم بنك وطني، الجزء الاكبر من دخله ليس لاغراض الافراد، ليس لاغراض الشركات، ولكن لاغراض الحكومه بالسندات. بنك البحرين الوطني يدخل من السندات في اغراض الحكومه اكثر من ما يدخل لاغراض الافراد والشركات مرتين مع بعض، تقريبا مرتين او مره ونص او مرتين. يعني هذه هني نسميها الكراودنج اوت. الان الحكومه تشفط السيوله، البنوك توجه اموالها الى، لذلك القطاع الخاص يجد صعوبه، احد اسباب الصعوبه اللي موجوده في القطاع الخاص وليس كلها هي وجود ما نسميه كراودنج اوت، الحكومه قاعده تزاحم على نفس الاموال والبنوك اسهل لها تعطي
الحكومة. أخيرا في الدين العام أنا بتكلم بسرعة، ناس يقولون هذه مو عجز، عجز إلى آخره، العجز الاكتواري. العجز الاكتواري هذه الأرقام اللي موجودة عندنا احنا، خذينا من ميزانية صناديق التقاعد، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 2011 إلى 2015. كل سنة تقريبا العجز الاكتواري يزيد 500 مليون دينار. هذا العجز الاكتواري إذا يزيد 500 مليون دينار، إذا الحكومة ضامنة هذا العجز، إذا الحكومة ضامنة هذا العجز، معناها ال 500 مليون دينار هي عجز للحكومة سنوي، ما الضامن لازم يدفع القيمة. احنا وصلنا إلى 7.5 مليار دينار حجم العجز الاكتواري في 2015، 2016 متوقع تكون فوق الثمانية مقابل 10، إذا نجمع ال 8 مليار العجز الاكتواري وال 10 مليار مال الحكومة يطلع مجموع العجز مالنا الحكومي كله 18 مليار. ما نتكلم عن أي شيء آخر، احنا نتكلم عن عفوا الدين العام للحكومة إذا أضفنا العجز الاكتواري، اعتبرنا العجز الاكتواري فعليا سيتحقق في المستقبل الحكومة مضطرة أن تسدده في 18 مليار دينار. وإحنا هذا الرقم على فكرة يقربنا أكثر من الحالة اليونانية. اليونان 170% تقريبا الدين العام بالنسبة لحجم اقتصاد، احنا إذا جمعنا الاثنين بنطوف 150%. فإحنا شو الفرق بيننا وبين اليونان؟ اليونان عندهم البنك المركزي وألمانيا ممكن تساعدهم، وإحنا عندنا الأشقاء ممكن يساعدونا، لكن مثل ما شفنا في اليونان الأشقاء ساعدوهم بشروط صعبة بني حق الحالة اليونانية. الأسباب كيف وصلنا إلى الحالة اللي وصلنا لها؟ إذا هذه الحالة اللي موجودة، خلينا نقول نحاول هذه الأقل من النص الآن اللي باقي، كيف وصلنا؟ إحنا عندنا 10 مليار، عشرة مليار. الخط الأول بتشوفون في نهاية 1999 عندنا 832 مليون دينار كل الدين العام مالنا. على فكرة نهاية 99 كنا داخلين أزمة اقتصادية في التسعينات، مع أزمة اقتصادية في التسعينات من الثمانينات بس التسعينات بالذات، مع أزمة اقتصادية في التسعينات كان الدين مالنا أقل من مليار دينار. العجوزات اللي تبينها عقب ناخذ كل من 2000 ناخذ الى 2016، جمعنا كل سنوات الميزانيه مالت الحكومه المعلنه، في سنوات فيها فوائض هي اساسا من 2000 الى 2008، وفي سنوات فيها عجز من 2009 تقريبا الى 2016. لو نجمعهم العجز ناقصا الفائض في هالسنوات بنشوف ان عندنا الخط الثاني مليارين و900، بس 3 مليارات عجز يكون. فاذا انت 3 مليارات عجز خلال السنوات ذي وعندك مليار قبل، فمجموع الدين مالك لازم يكون كم؟ 4، 3 زائد 1، شلون يصير 10؟ هذا هو السؤال الكبير اللي موجود هني، اللي ملم بالوضع السياسي والاقتصادي في البلد يعرف الاجابه على هذا الموضوع. في 9 مليار 900 بدل 3 مليار 700، الفرق 6 مليار و2 من 10، 6 مليار 2 من 10 هي نفقات ما لها اساس في الميزانيه، مش لا ما في اي محاسب في العالم، اذكى محاسب في العالم يروح يجوب في الميزانيه بيقول لك المفترض هذه احنا نشوف لازم يكون عندي مجموع الدين المتراكم هو 3 مليار و700 ناقص شويه، الفارق بينه بيكون احنا نسميه الحركه في الاحتياطي، اذا الاحتياطي زاد ممكن أن يكون العجز أكبر، إذا احتياطي نقص ممكن يكون، بس هذا هو الحد. بس هذا هو 4 مليار، أقل من 4 مليار كيف يكون حوالي 10 مليار؟ أنا عندي 6 مليار الفجوة. فأنا أقول أنه جزء الأكبر من الدين العام لم يكن من النفقات اللي مرت من خلال المجلس النواب أو من النفقات الحسابات الختامية اللي أعلنتها الدولة، ولكن من مصادر أخرى. اللي بعده. طيب اذا احنا قلنا الحين من ال 10 مليار 6 مليار شفناها من وين جايه؟ كان ممكن تجنبها لان هي ما موجوده في الميزانيه، لم تقر ولا فيها مصدر ولا احد يعرف كيف صرفت.
عندنا حوالي مليارين احنا تقريبا 1.5 مليار مليار و600 فقط خسائر طيران الخليج. طيران الخليج في السنوات من 2003 تقريبا الى 2015 كلفتنا 1.550 مليار، يعني ايضا نضيف 2016 2017 احنا نقترب من 1.7 مليار تقريبا. اذا هذه خسائر طيران الخليج طوال هذه الفتره الماضيه. ما في مبرر لانه شركه تخسر بهذا الشكل. عمان كانت تربح شركات على الاقل لبعض السنوات، شركات جديده مثل العربيه مثل الجزيره في الكويت، العربيه في الامارات ايضا تربح. ما في سبب انه يكون عندك غير ان في تخبط شديد بالاضافه الى قضايا فساد موجوده. مره تشتري طيارات وعقب فتره تبيعها نفس الطيارات، مره توسع الاسطول ومره تخلص الاسطول، مره تجيب لك اجنبي من استراليا وثاني مره تجيب لك واحد من الاردن وتصير نفس المشكله اللي موجوده، ثالث مره من البحرين. ما يفرق الجنسيه، سياسه اداره الشركه خاطئه مهما كان المدير اللي موجود فيها. فهذا نزيف مالي ما متوقف عندنا في سنوات. الميزانيه مالت 2011 2017 2018 تقول ان الحكومه رصدت في الميزانيه 50 مليون دينار ل 2017 و50 مليون، يعني 100 مليون دينار للسنتين حق طيران خليج، يعني يتوقعون خساره 100 مليون ايضا خلال السنتين، السنه هذه والسنه الجايه. عندنا بالاضافه الى ذاك قضايا اخرى، يعني انا فقط هني تقديري 2 مليار لان طيران الخليج 1.7 مليار، الفورميلا احنا حوالي 200 مليون خسرنا منه حتى الان. الفورميلا اذا اروح لعقبه بس هذه سجل طيران الخليج. اوكي هاي الخسائر طيران الخليج من 2007، طبعا خسائر من 2003 موجوده. واللي عقبه هذه سجل خسائر سنويه مال الفورميلا. الفورميلا فكره انا اعتقد تخسر اكثر من دي لان كثير من الاحيان يخلون شركات مثل طيران خليج يصير سبونسر والى اخره يحولون الخسائر الى شركات اخرى في الدوله. هذه خسائر اللي موجوده سنويا مستمره الى اخره. يا ريت الفورميلا يفكرون فيها مثل ما فكرت ماليزيا. ماليزيا في الاخير فورميلا عندهم من نهايه الستينات، في الاخير سكروا الفورميلا. يعني انت احيانا لازم تفكر تتخذ قرار شجاع، اتخذ قرار تعتقد انه صحيح في ذاك الوقت، قد يكون الوقت الان مختلف، الفورميلا في ابو ظبي عندي منافس، قد يكون الوقت مناسب ان تفكر في انه خلاص تنهي النزيف هذه. ارجع سلايدين قبل المشاريع الخاسره. اذا احنا عندنا ايضا مشاريع كثير نستثمر فيها اموال، الرجل الحديدي، دراجات. على فكره هذه فريق الدراجات مال البحرين الان الدولي، ما في دراجين بحرينيين، يعني كلهم دوليين. انت عشان تجيبهم عشان تكون الفريق اصبح من افضل الفرق في العالم. احنا صرفنا يعني تقديرات الجارديان انه البحرين دفعت 5 مليون باوند فقط عشان تاسس الفريق، 5 مليون جنيه استرليني، حوالي 3 مليون دينار عشان تاسس الفريق بس درجات. من في ان احنا خلي يسوون خطوط دراجات اول في الشوارع عشان ان احنا الناس تتعلم تركب دراجات. فانت قاعد تشجع رياضه اصلا مش موجوده هنا، ما يمارسونها. ففي عندك كلفه انه النخبه اللي موجوده في البلد تحدد اي الرياضات يتم الصرف عليها او الرياضيات ما يتم الصرف عليها. نبي احنا احد يرفع علمنا في العاب القوى، يبنى كينيين يفوزون. لا احد فينا في البحرين يفخر بان، ما في بحريني اليوم يفخر بان كينيا وكينيه فازوا في العاب القوى في البحرين، ما في فخر للبحرين فعليا، لانه هذا لان فعليا تدربهم او من البلدان اللي موجودين فيها. فهذه كلها تحتاج الى تقليص نفقات. نروح اللي عقبهم. المصاريف العسكريه موضوع شوي خطير، لكن خلينا نتناوله من جانب فقط اقتصادي وليس من جانب سياسي. على مستوى العالم المتوسط العالمي للنفقات العسكريه، انا هني اتكلم فقط النفقات العسكريه المعلنه اللي معلنه في الميزانيه، لانه الغير معلنه بند الاسلحه مو معلن في الميزانيه، المعلن فقط في الميزانيه هي مصروفات المتكرره. البحرين تصرف حوالي 550 600 مليون على الدفاع. 16% من حجم الميزانيه من مصروفات الميزانيه تروح على الدفاع، 16% من مصروفات الحكومه. بينما في المتوسط العالمي 8%، احنا فقط يكفينا احنا نقول نحتاج انه ننزل فقط الى المتوسط العالمي. المصروفات العسكريه كنسبه من الناتج المحلي في البحرين 4.7، المتوسط العالمي 2.2، احنا ايضا ضعف الناتج المحلي، ضعف العالم.
طيب واحد يقول لنا يا أخي جماعة منطقتنا مضطربة وفي حاجات أمنية، صحيح مضطربة، وكذلك تيوان عندها الصين فاتحة حلجة الجد تقدر تبلعها في لحظة واحدة، ما هي تابعة، هي صينية. كم تصرف تيوان؟ 1.9 أقل من 2، إحنا نصرف 4.7، يعني إحنا مهدرين أكثر من تيوان. طيب كوريا الجنوبية، هذاك اللي قاعد في الشمال قاعد متبرز لهم كل يوم مطول صواريخ، كل يوم مسوي تجربة، يعني إحنا في وضعنا أخطر. هذاك في تهديد نووي من يمحون من الوجود. 2.7 يصرفون. أفغانستان بلد فيه حرب وبلاوي، حرب أهلية وبلاوي، 1%. قبرص تركيا ماكل ثلثها، 1.8. جنوب السودان حرب طاحنة، 3.7. الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة 3، روسيا كثير، الصين 2%، أقل من 2%، بريطانيا، ألمانيا، كلهم تحت 2%. هاي دول، يعني بريطانيا دولة عظمى في عسكرية، فرنسا دولة عظمى عسكرية، 2% يصرفون. فما يخليك بالضرورة يعني أن هذا الصرف الكبير بيحل لك المشكلة. إذا خلصنا، إذا احنا شفنا الآن وين جزء كبير من الأموال تروح جزء منها غير معروفة، غير مرصودة في الميزانية. قد يكون هي على فكرة مشروعة، مش بالضرورة هي غير مشروعة، بس هي مو مرصودة، لم يتم مناقشة في مجلس النواب، لم يتم إقرار في مجلس النواب، ولم يكن هناك نقاش شعبي. لأن شنو الديمقراطية معناها؟ الديمقراطية معناها الناس كلهم يساهمون. عندنا كعكة الكبرى، احنا هي كعكة مالية الدولة، الصراع والنقاش بين كل أطراف في المجتمع هي اللي تحدد أي جزء من الكعكة تروح وين. بس إذا أنا ما أعرف الجزء اللي مخفي، هذا ما له علاقة، ما شنو، وين الديمقراطية في هذا الموضوع؟ أنا كمواطن ما أدري كم بتروح في هالمحل وفي ذاك المحل. سيناريوهات النتائج الممكنة، آخر شيء هذه تعطوني بس كم دقيقة أو قبل الأخير، عفوا. أنا ما بمر على سيناريو ديون أمريكا اللاتيني بتوزع هذه عقب، بس أيضا صار لهم هما في الثمانينات انهيار أسعار النفط ومواد خام. بروح حق السيناريو اللي بعد الأسيوي، أيضا في نهاية التسعينيات بنمر عليه، عقب بروح حق السيناريو اليوناني. مشكلة اليونان بدأت في 2009 مع الكساد الكبير اللي صار في العالم. اكتشفوا العالم بأن الحكومة اليونانية كانت تغش في الأرقام مالتها، ما كانت تعطي أرقام صحيحة حق العجز وحق الأمور هذه. في 2009 بلغ العجز مالهم 15% من الناتج المحلي، نفس الحالة مالتنا 15%. الضعف الهيكلي الاقتصادي وحجم الدين، العجز والدين العام الضخم، أدى إلى فقدان الثقة. خلاص يعني لا معلومات صحيحة تعطونا، وطلع العجز مالكم 15%، وفي كساد عالمي، خلاص الكل وقف إنه يعطي فلوس. إذا وقفت تعطي فلوس حق دولة، والدولة عليها أول شيء عندها عجز لازم تموله، وعليها أقساط لازم تدفعها، شو تسوي الدولة؟ بتتخلف عن الدفع. وهذا صار الخوف بأن الدولة بتتخلف عن الدفع لمنع الإفلاس، يا الصندوق النقد الدولي ويا البنك المركزي الاوروبي، وضخ فلوس كثيره، يعني 200-300 مليار دولار ضخت في الاقتصاد هذه. تشوفون حجم الدين في اليونان حوالي 170%. اذا انا قلت لكم اذا اضفنا احنا العجز الاكتواري مع العجز اللي عندنا، مو بعيدين كثير عن هذا الحجم. اذا شنو احنا محتمل عندنا انه يصير اللي بعده؟ اوكي. احتمال جرعة تقشفية جديدة خلال العامين القادمين، احتمال تسارع خفض الدعم، هذه احتمالات اللي واردة. يعني بناء، خلي اذا نرجع واحد بس حق التجربة اليونانية، ايش سووا اليونانيين؟ فرض عليهم من صندوق النقد، من الاتحاد الاوروبي، من البنك المركزي الاوروبي، قالوا لهم خفضوا عدد موظفين الدولة 150,000، قالوا لهم خفضوا، رفعوا سن التقاعد الى 67، انهوا التقاعد المبكر، خفضوا معاشات التقاعد 20% الى 21%، خفضوا الرواتب 30%، خفضوا الحد الادنى من الاجور 22%، زيدوا قيمه الضريبه المضافه. على فكره احنا نتكلم عن 5% الان، ما في دوله بدات ب 5% واستمرت على 5%.
فاللي بيقبل 5% لازم بيقبل 10% وبيقبل 15% بعد ذلك. زيادة إلى 23، زيادة ضرائب على الكحول والسجائر والوقود، هاي اللي نسميهم إحنا السنتاكس، ضرائب الخطيئة، الأشياء اللي الإنسان لازم ما يستهلك وايد منها، والعقارات وجمارك السيارات إلى آخره. اللي بعده، إذا هذا سيناريو اليوناني، التعرف عليه مش معناه إن إحنا بنقع فيه. أنا أعتقد شخصيا أن وضعنا أفضل من اليونان، لكن التعرف عليه ممكن نصير مثل وضع اليونان إذا ما تصرفنا. احتمال جرعة تغشفية قلنا كبيرة، ارتفاع نسب البطالة بتكون أكثر. يعني أنا لاحظت أنه أرقام لي ما يهمني الأرقام اللي تعطى رسميا، لأنه الأرقام تعطى رسميا هو عدد مسجلين عند الوزارة، مش بالضرورة كل العاطلين مسجلين عند الوضع عند الوزارة. اللي لاحظ أنه إحنا نمو سكاني فوق 3%، بينما نمو العوائل البحرينية ما تجاوز 1.5%. يعني شلون السكان مالنا ينمو أكثر من العمالة؟ هاي معناها جزء من العمالة ما قاعد تحصل وظائف وما ما في سجل لها. تراجع بيكون أرباح الشركات، بعض الشركات بتكون خسرانة، أسعار العقارات بتتراجع، زيادة المتعثرين ماليا من الشركات. الآن بدينا نشهد بعض الأمور هذه لكن محدودة حتى الآن. استمرار خفض عدد موظفي القطاع العام، الحكومة قاعد تخفض تدريجيا ببطء شوية. احتمال وقف الزيارات السنوية اللي كان مفترض توقف يناير ما وقفت، في احتمال أنه السنة الجاية توقف. يعني تقليص حجم الدعم لبعض الخدمات الأنشطة الاجتماعية، ضريبة القيمة المضافة مثل ما ذكرنا، ضرائب منتقة، ضرائب الخطيئة احنا نسميها السنتاكس على الكحول وعلى السجائر وعلى البترول ما شابه، تعديلات تطال نظام التقاعد مثل تأخير سن التقاعد، زيارة الاشتراكات، خصومات أكبر على التقاعد المبكر، فرض رسوم جديدة وزيادة الرسوم الحالية بما فيها الرسوم على العمالة. السعودية تابعت رسوم على العمالة جدا جدا عالية، 40 دينار أول سنة لكل شهر، 60 دينار بعدين كل شهر، 80 دينار بعدين لكل شهر. فهذا معناها كلفة العمالة الأجنبية تزيد، معناها شركات كثير تطلع من السوق، العمالة بتقلص بطبيعة الحال، وهذا أثر إيجابي بيكون. فرض رسوم جديدة قلنا، ارتفاع في الفوائد لدى المصارف على الدينار لمنع هروب رؤوس الأموال، من غير محتمل في الأمد القريب فك ربط الدينار. أنا ما أتوقع أنه في الأمد القريب فك ربط الدينار بالدولار، لأنه ما في مصلحة البلد لو تصدر المنتجات اللي نصدرها ما تحتاج، لأنها أسعارها عالمية، بتروكيماويات، بترول إلى آخره. لكن لو نصدر إحنا منتجات صناعية، خفض العملة بفيدنا، بس إحنا ما عندنا منتجات صناعية بهالمعنى بفيدنا. وفي خطورة على الاستقرار، إذا الحكومة ألغت ربط الدينار بالدولار، كثير من المواطنين، كثير من الناس بيخشون على أموالهم في المستقبل ويبتدون يحطونها برا البلد. اللي بعدها، طيب كيف نخرج من هذه خلينا نقول سريعا نمر عليها. ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة، وقف المصروفات غير المعتمدة في الموازنة، تقليص موازنات الدفاع والأمن، إصلاحات سياسية واقتصادية بسرعة. بقول ضرائب اللي ندفعها اليوم، ترى احنا ندفع ضرائب، ما حد يقول ما ندفع ضرائب، احنا ندفع ضريبة احنا نسميها صناديق التقاعد والتأمين، هاي في العالم يسموها ضريبة، اوكي. حوالي مجموع اللي تاخذها الدولة من التأمين على التقاعد والتأمين على البطالة حوالي 450 مليون دينار، ما تشكل جزء كبير، 4% من حجم الاقتصاد مالنا أو من الناتج المحلي. في تعرفة جمركية، في رسوم على الخدمات، في ضريبة انتقائية الآن موجودة، ضريبة قيمة مضافة بتكون موجودة، ضريبة بنزين، رسوم بلدية، رسوم عمالة أجنبية، رسوم خدمات حكومية، في ضرائب موجودة، لكن إذا تقيسهم كلهم تجمعهم مع بعض ربما لا يتجاوزون 10%. ليش الرقم مهم؟ لأنه في اقتصاديات المتقدمة اللي هو الأو إي سي دي، اللي هو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، معدل الضرائب فيه حوالي 34%. يعني الحين في مجال، أنت عشان تبي تكون مثل دول متقدمة في مجال للضريبة. لكن الملاحظ بأنه ما توجد ضرائب على الأغنياء في بلدنا، لا في ضرائب على قيمة العقار، ولا في ضرائب تصاعدية على الدخل والأرباح، ولا في ضرائب تصاعدية على الإرث والثروة. في ناس تسأل الإرث، إيه في إرث، في ضرائب على الإرث في العالم. الضرائب على الدخل والثروة مهم إذا ما عندك تمثيل الناس في السلطة الحاكمة، في سلطة اتخاذ القرار. فالنظام الضريبي اللي بيصممه هم اللي موجودين في السلطة، الناس اللي مو موجودين في السلطة لن يصمموا النظام الضريبي. بطبيعة الحال النظام الضريبي لن يكون بالضرورة لصالح الناس اللي هم خارج القرار السياسي. من يملك مفاتيح السلطة يملك القدرة على تصميم النظام الضريبي. هذا النظام الضريبي بيكون عادل ولا غير عادل؟
بيوزع ضريبة على الكل والله بياخذ قليل جدا على الـ على الـ على الـ على ما في ياخذ شيء على الفقراء، قليل على المتوسطين الحار وكثير على الاغنياء. اللي اعتقد يجب ان يكون عندنا احنا ضريبة القيمة المضافة هي اكثر انواع الضرائب تضر المواطن البسيط والمتوسط. اللجوء لها قد يكون في حاجة في يوم من الأيام، لكن أنت يجب أن تبدأ بضرائب من نوع آخر. الأرباح السنوية للشركات، الأرباح السنوية لجنوها الأشخاص من أرباحهم في الشركات، اللجنية القطاع الخاص، الدخول على الدخول الكبيرة سواء كان دخل من راتب أو دخل من أرباح، على العقارات الكبيرة خاصة الموهوبة اللي جات بصفر ما دفع فيه الإنسان أي شيء. كل هذه ممكن أن يجلبنا ضرائب 5-10% بالراحة، يعني مو أنا أعتقد أقل من 10%، يعني ممكن أن توصل إلى 10% أو أكثر من الناتج المحلي. 10% من الناتج المحلي معناها 1.2 مليار اللي هي كل العجز مالنا. يعني بإمكاننا نخلق نظام ضريبي عادل ما يتكلف فيه الفقير وندخل فيه مبلغ من المال يغطي كل العجز اللي موجود عندنا الآن. وضرائب يجب أن تكون تصاعدية، يعني 10% على المتوسط، 20% على فوق المتوسط، 30% على الغني، 40% على الغني جدا إلى آخره. كل واحد يدفع حسب القدرة مالته والثروة مالته. في ضرائب تصير على العقار على فكرة في كل دول العالم متقدم. العقار يقيم ومن قيمة العقار تؤخذ ضرائب، تروح عادة حق الحكومات المحلية. مو موجود عندنا العقار، احنا يقيم على أعتقد بالمتر أو شيء من هالنوع. ومبلغ زهيد نسبيا. المصروفات خارج الموازنة في عندنا حوالي يمكن 400 مليون على الأقل، هذه يجب وقفها. وإذا كانت مصروفات مشروعة يجب أن تكون في لإقرارها يتم مناقشتها ويعلم الشعب مصدر السلطات كما يجب أن يكون بأسباب هذه. مصروفات الدفاع لو خفضناها إحنا مثل ما تخفضها أغلب الدول العالم، حتى لو ما خفضناها 2% ممكن من مصروفات الدفاع نوفر 300-400 مليون دينار اللي هو ثلث الكلفة اللي موجودة. طبعا أنت تحتاج لكل تخلق هذه كل هذه التوافقات بسبب التوترات اللي ذكرها موديز، أن أنت توترات اجتماعية وسياسية تمنع قيام الحكومة بإجراءات جريئة اتخاذ قرارات صعبة. أنت عشان تهيئ كل هذه البيئة أنت تحتاج إلى بيئة صالحة اتخاذ قرارات بحيث انه الكل يعني ياخذ دوره فيها، الكل يتخذ قرار فيها والكل يتحمل كلفه هذا القرار. مطلوب مصالحه وطنيه، اصلاح شامل يزيل التوترات السياسيه والاجتماعيه ويوجه الطاقات والموارد لبرامج التنميه. شكرا واسف على الاطاله. شكرا ابو شريف على هذا الشرح المفصل. لدينا 5 متداخلين، لكل متداخل 3 دقائق. نبدأ مع الدكتور محمد الكويتي، فليتفضل. السلام عليكم. ما خلالنا شيء الأخ أبو شريف، يعني غطى الموضوع ما شاء الله بكامل، ومحضرين أشياء، لكن في كثير من الأشياء اللي محضرينها تم التطرق لها، فحتى التشجح بيكون صعب شوي. أعتقد أن إحنا الوضع اللي وصلنا له كما تم شرحه، واعتقد ما يخفي علينا يعني من اطلاع من الصحافه ومن اطلاع من ما يجري، لكن المسؤوليه انا اعتقد انها يمكن تكون موزعه الى اكثر من جهه. يعني الحكومه تتحمل المسؤوليه الكبيره بصفتها السلطه التنفيذيه اللي ادارت العمليه، فلم توضع رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد. يعني احنا لما نتكلم عن الدين العام او العجز هو في الواقع نتيجة
أشياء أخرى، يعني الأداء الاقتصادي أو ضعف الأداء الاقتصادي ممكن يؤدي إلى نتائج مثل النتائج هذه اللي هي تراكم الدين العام والعجز. فعدم وجود رؤية لتحويل الاقتصاد نحو اقتصاد منتج من فترة من السبعينات تقريبا، في البداية تمكننا من خلق بعض المصانع وبعض اللي الآن موجودة وتشكل نوع من التنوع الاقتصادي، لكن بعد الثمانينات وقفنا إلى فترة طويلة. وحتى الرؤية الاقتصادية اللي وضعت أولاً أعتقد أنها كانت متأخرة، وثانياً لم توضع لها آليات تنفيذ، بالإضافة إلى أنها هي تقوم على فرضية، وأنا من الناس اللي أعتقد أن القطاع الخاص عندنا غير ممكن أنه يقود العملية هذه. الحرية الاقتصادية يمكن أنا أميل لجانب أن خصوصاً في وضع مثل وضعنا أو حتى دول الخليج الأخرى، لأن الدولة هي اللي تملك رأس المال اللي هو النفط وغيره، ففي هالحالة أعتقد أن المبادرة يجب أن تكون من الدولة في قيادة الاقتصاد، لكن عقب يتحول إلى القطاع الخاص بشكل أو بآخر على أساس بيع الحصص وغيره، لكن ما تكون هي الأساس. بالنسبة للجهة الثانية اللي تتحمل مسؤولية، أعتقد مجلس النواب. مجلس النواب على مدى 12 سنة، يعني مو بس هاي الفترة الأخيرة اللي ضعف المجلس، لكن حتى في بداية 2002 2006 2010 لم يبحث في القضايا الاقتصادية ويضع رؤية أو يساهم في وضع رؤية. ما في مطالبة للحكومة جادة بوضع رؤية لتنويع الاقتصاد. في الفترة الأخيرة أصبح يتصرف وكأنه جزء من السلطة التنفيذية. لم يصر على مثلا استراتيجية أو منهج لمعالجة الدين العام. ففي هالحالة أعتقد أن المجلس بشكله الحالي، وما لم يكون أقوى من ما هو عليه الآن، والأساس أن تنتمي أو تدخل في تكوين المجلس جمعيات سياسية. بدون جمعيات سياسية أفراد ما ممكن يؤدون أكثر مما هم اللي يؤدونه مهما حاولنا، لأن الفرد لا يوجد له أيديولوجية معينة، لا يوجد له سند خلف مثلا جمعية تشتغل معه، ما في قاعدة جماهيرية ولا شعبية يستند لها. حتى يمكن سكرتير بالكاد عنده سكرتير يتعامل وياه. ففي هالحالة أفراد لا يمكن أن يؤدون، تحتاج إلى جمعيات سياسية. اللاعب الثالث اللي بعد كان ممكن يأثر اللي هو غرفة التجارة. غرفة التجارة أعتقد من النفط وياي بدأت تتراجع، دورها بدأ يتراجع. الحكومة هيمنت على القرار الاقتصادي وهم لم يتمكنوا من إثبات أو تعزيز وجهة نظرهم، فتقريبا انتهى دورها كلاعب في العملية الاقتصادية. وأخيرا أنا أعتقد أن الجمعيات السياسية انشغلت كثيرا بالجانب السياسي أكثر مما حاولت أن تصل إلى المواطن من خلال التأثيرات المعيشية. الآن إحنا في وضع المواطن بدأ يشعر بأن العملية اللي قاعدة تصير، العجز في الميزانية ومحاولة تقليل الدين العام، قاعد يأثر على جيبه. فهذا المواطن يحتاج أنه هو خلينا نقول يمثل بشكل صحيح في المجلس النيابي، بحيث ما عندنا ترى مجال آخر، يعني ما في مجال ثاني غير المجلس النيابي للتعامل مع الوضع الحالي.
المجتمع كذلك عليه دور، ما نقدر نلوم المجتمع كثير لأنه مفكك، لكن منظمات كثيرة يمكن في وقت من الأوقات كان ممكن تعمل، لكنها أعتقد أنها هي لم توفق في طرح أو 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 تغيير شيء من الوضع الحالي. في كثير من المبادرات قدمت، مثلاً حوار مجتمعي على مستوى عالي لمناقشة رؤية مستقبلية لمتطلبات التنمية والخروج من الأزمة، فهذه يحتاج إلى مجلس نيابي يقدر يبادر في هالعملية هذه ويجمع مجموعة، أو أنه يأخذ بطريقة أو بأخرى يدير حوار مجتمعي للخروج من الأزمة. والإعداد لهذه يكون يتصدر المجلس النيابي، لكن المجلس النيابي الحالي طبعاً ما بيقدر. إحنا نتكلم عن المجلس النيابي في حالة أن الجمعيات السياسية قدرت أن هي تتغلب على الصعوبات اللي عندها وتبدأ في مرحلة جديدة تدخل المجلس. انتهى الوقت دكتور، سامح. انتهى الوقت؟ ايه. يلا وشكرا. يعطيك العافية، شكرا. الدكتور جعفر الصايغ، تفضل، عندك 3 دقائق إلى 5 دقائق. مرحبا، شلونك؟ مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا أردنا أن نشخص المشكلة أو الأزمة، الوضع الحالي، طبعا أنا أتفق مع الأسباب اللي ذكرها أبو شريف في حدوث التطورات، الأزمة من فساد ومن عملية توزيع الداخل، ولكن دعونا نستعرض بعض كتشخيص المشكلة. ماذا كان دور الدولة خلال هذه السنوات الطويلة؟ يعني لو نشوف كيفية توزيع الإيرادات النفطية، كان الدولة عبارة عن وسيط تستلم الإيرادات النفطية وتقوم بتوزيعها على القطاعات من خلال المصروفات العامة، وجعلت من الاقتصاد ككل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على ما تقوم به الدولة من ضخ هذه السيولة في الاقتصاد. المشكلة ليس فقط احنا نعتمد على النفط، ولكن المشكلة أن الدولة جعلت من الاقتصاد الوطني يعتمد على ما تقوم به من حجم المصروفات الحكومية، فأصبحنا كل مرة ينخفض فيها الإيرادات أو تنخفض فيها أسعار النفط، تنخفض السيولة التي تقوم به الدولة بضخها في الاقتصاد، وتتأثر كل القطاعات الاقتصادية، كل القطاعات الاقتصادية بما فيها حتى القطاعات التي نفتخر بها، وهو القطاع الغير نفطي، القطاع المصرفي والخدمات، أيضا تتأثر بشكل سلبي. وأيضا تبدأ رؤوس الأموال، أصحاب رؤوس الأموال، عندما تنخفض الدولة عندما تقوم الدولة بخفض مصروفاتها، تبدأ رؤوس الأموال بالبحث عن يعني فرص استثمارية خارج الدولة، خارج الاقتصاد. هذا وأيضا الشيء الآخر، أن سياسة تنويع مصادر الدخل، وقبل ما سياسة تنويع مصادر، أصبح المصدر الرئيسي للسيولة في الاقتصاد هو مصروفات الدولة. لو رحنا حتى العمالة، سوق العمل يتأثر سلبا بسبب انخفاض أسعار، بسبب انخفاض أسعار النفط ومن ثم انخفاض مصروفات الدولة، قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل، ومن ثم المناخ الاستثماري ما يصبح مناخ قابل لجذب الاستثمارات المحلية قبل أن تكون الأجنبية. أيضا لو نحاسب يعني ماذا كان دور فعل السياسات المالية، السياسات الاقتصادية، كثيرا ما لا نتطرق إلى
فعالية السياسة الاقتصادية في الدولة خلال 40 سنة الماضية لم تكن ذات السياسة الاقتصادية التي تبنتها والإجراءات والاستراتيجيات الاقتصادية لم تكن فعالة بحيث تحقق الهدف الرئيسي التي ناشدنا بها وتدعي هذه السياسات بإيجاد الحل بتحقيق هذا الهدف وهو تنويع مصادر الدخل. تعرفون كم كلفنا هذه السياسات الاقتصادية على مدى 40 سنة؟ بلايين من الدولار من الدنانير التي كانت تهدف لإيجاد لتنويع مصادر تنويع القاعدة الإنتاجية. خلال 40 سنة النتيجة لو حاسبناها النتيجة في لو حسبنا حجم الأموال التي صرفت على البنية التحتية وعلى 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 بشكل عام على الاستثمارات لأجل تنويع مصادر الدخل، النتيجة بعد 40 أو 45 سنة بعد 45 سنة هو 15% فقط من الإيرادات غير النفطية. يعني هل على مدار هذه السنوات ما حققته البحرين في عملية تنويع مصادر الدخل هو إذا قلنا 85% إيرادات نفطية و 15%، وتعال شوف 15% من الإيرادات غير النفطية ماذا تتكون؟ تتكون من رسوم، أغلبها رسوم و و و ونوع من بعض الضرائب الغير نفطية. في تصوري أن الأزمة يبدو أن أزمة الأسعار النفط ستستمر لسنوات قادمة، وهذا يعني أن أزمة الدين العام ستكون هي العنوان الأبرز خلال السنوات القادمة. من الواضح أن الدولة منذ حدوث هذه الأزمة الدولة عمدت على معالجة الوضع من خلال تلاعب أو من خلال تغيير في هيكل المصروفات العامة أكثر من الجانب الإيرادات، وهذا يعني أن سوف نشاهد خلال السنوات القادمة مثل ما تفضل المحاضر وقال أن بنشوف كثير تدريجيا ستنخفض المصروفات إلى أن تنخفض بمقدار 50%، وهو 50% حجم الإيرادات حجم الأسعار النفط. يعني كان الأسعار النفط 113-114 كما قبل حدوث الأزمة، الآن أصبحت 50%. سوف نشاهد أيضا المصروفات العامة سوف تنخفض بهذه النسبة، وعلى هذا الأساس نتوقع أن يستمر الوضع إلى أن تنخفض المصروفات بمقدار هاي، وهذا سوف يكون له أبعاد سلبية على الاقتصاد ومستوى المعيشي. إذن باختصار نحتاج أعتقد إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، ونحتاج إذا تغيير إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، ومن ثم لا يمكن أن نضع اللوم على أسعار النفط. لا يمكن أن نقول أن مثلا أزمة أو تداعيات أزمة ارتفاع الدين العام بسبب انخفاض أسعار النفط. أسعار النفط دائما متقلبة، ودائما من لا يتوقع بحدوث أزمة وتنخفض أسعار النفط. ليس الأزمة السبب في ارتفاع الدين العام وليس فقط هو السبب الرئيسي فقط، لكن السبب هو فشلنا في سياسة في تنويع مصادر الدخل وليس انخفاض أسعار النفط. وشكرا. شكرا دكتور. آسف على المقاطعة، بس أرجو الالتزام ب3 دقائق. آسف جدا. الدكتور جاسم حسين. 3. أشوف أيادي ترتفع، فاعذروني لأن بس عندنا مداخلة، بيكون عندنا مداخلة سادسة الأستاذ يوسف المشعل وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يمكن عندي نظرة أخرى في موضوع الدين العام، وهو أن أنا مو متخوف من الدين العام واجد. أنا ما عندي كثير من القلق في مسألة تنامي الدين العام. أنا أقول لك بالفعل في مشكلة في أن الدين العام وصل 9 مليار دينار
أي 3/4 حجم الاقتصاد اللي يبلغ 12 مليار دينار وفي يعني الفوائد مرتفعة. المشكلة في البديل، إذا ما رحنا إلى زيادة الاقتراض لازم نختار يعني أحد الأمرين وكلاهما أمر، يا يعني نقلص المصروفات العامة أو نزيد الإيرادات العامة. تقليص المصروفات معناه لازم نوقف العمليات العملية التنموية في البلد، المشاريع وكثير من الأمور، وهي مشكلة كبيرة. أصلاً عندنا ضعف النمو بسبب مشكلة الصرف. لازم نختار هذا الموضوع أو نروح إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، يعني المزيد من الرسوم، رفع الدعم وما لذلك، مشكلة كبيرة. وبالتالي الآن فنعتقد يعني الدين العام على مأساويته خيار أفضل من الخيارين الآخرين، يعني نقص المصروفات أو زيادة الإيرادات، الناس ما راح تتحمل. بعدين أنا أعتقد أيضا أن الموضوع مو خارج عن السيطرة، ودليلي على ذلك أن حتى الآن البحرين لم تتأخر ولا مرة واحدة عن دفع الأقساط المترتبة، ولا مرة واحدة، وهذا شيء جميل، مو فقط الأقساط بل حتى الأرباح، ما يعني الموضوع تحت السيطرة. يعني خصوصا بالقياس، انت دول مثلا اشار الى تجربة اليونان مشاكل كثيرة ودول اخرى، وهذا زين. انا طبعا ما اقول اقلل من الموضوع بس مو خطير، لان البديل خطير. هذا جانب. الجانب الاخر، انا ايضا لاحظت بان يعني الملاءة المالية للبحرين، اشار الاخ ابراهيم الى كلام يعني ستاندرز اند بور ومؤسسة فيتش وموديز، كل هالمؤسسات تتفق بأن المشكلة ليست في الدين العام بل المشكلة في عجز الموازنة، أن في مشكلة في الموازنة، عندك عجز في الموازنة. يعني العجز يعني هالسنة راح يكون 1,300,000,000 دينار يعني يشكل 11% من حجم الاقتصاد. فيقول المشكلة في الموازنة، لازم نضبط إيقاع الموازنة، يا يعني نقلص المصروفات أو نزيد الإيرادات، غياب ذلك بتروي إلا المشكلة. فلذلك كلهم قاعد يربطون الموضوع العلاقة بالموازنة العامة وليس يعني في المجموع. أنا أعتقد هذا من جانب. الجانب الآخر الدعم الخليجي، في دعم قوي موجود، يعني الدعم من الإمارات ومن السعودية ومن الكويت، هذا الدعم غير طبيعي، ما في دول في العالم تحصل هالنوع من الدعم. يعني مثال على ذلك، الأخ إبراهيم أشار إلى موضوع المطار. الآن توسعت مطار البحرين، أمس كان الوزير يتكلم بأن التوسعة انتهت بنسبة 40%. الإمارات قدمت منحة مو قرض قيمتها 350 مليون دينار لتطوير هذا المبنى الجديد. وين عندك تجدي في خيار دولة تجي تدفع 350 مليون دينار وتبني مبنى جديد عشان يجيبون موديل الإمارات في البحرين؟ يقول لك أنت تطور المطار بتطور وايد أشياء أخرى، خذ تجربة دبي في ذلك، تطور قطاع السياحة قطاع. ففي المحصلة أنا أعتقد أنا الآن أعتقد يعني الدين العام مع المشكلة على أهمية مأساويته أفضل من الخيارات الأخرى، تخليص المصروفات، زيادة العبء على الناس أوضاعها صعبة. مثل ما قلت الموضوع مو خارج عن السيطرة، سيء بس مو كل السيء. وأعتقد أيضا خيار الدعم الخليجي الموجود، فإن شاء الله، بس ما أعتقد نحتاج إلى إدارة صحيحة للدين العام، إدارة صحيحة الشفافية، نحتاج أدوات من هذا النمط. ما أدري إن شاء الله موضوع آخر. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور. سيد شرف الموسى، رئيس جمعية الشفافية البحرينية، تفضل. 3 دقائق. مساء الخير. في منتصف 2015 لما ناقشنا ميزانية 2015-2016 في الجمعية البحرينية للشفافية، نعمل احنا عادة ورشة عمل وحلقة حوارية. الدكتور معنا الدكتور حسن والدكتور جعفر آنذاك تنبأنا بأن الدين العام في نهاية 2016
رايح يصل إلى 9 مليار دولار، وفعلا ما تنبأنا به حصل في ذاك الوقت. وأعدنا في حلقة قدمتها الجمعيات هنا في هذه القاعة، وأنا كررت نفس الكلام وقلت التوصيات اللي توصلنا لها في ورشة العمل، لأن كان الترند مال الدين، الدين العام والعجز في الميزانية العامة من 2011 وإحنا صاعدين، هو رايح يوصلنا لهذه النتيجة، وفعلا وصلنا إلى هذه النتيجة. في ذاك في تلك الورشة في 2015 طلعنا بمجموعة توصيات وأعلننا عنها وكررناها مرة ثانية. واحدة من هاي التوصيات اللي لازلنا نعتقد أنها توصية مهمة والحكومة بدأت بعمل جزئي لها، وهي أن لابد أن يكون هناك هيئة مسؤولة عن الإشراف على الدين العام، مراقبة أداء الدين العام، العمل على تخفيض الدين العام. أما يترك هكذا سنويا يتزايد بدون معرفة إلى نهايته، هذه بيكون مسألة شوي صعبة. أيضا العجوزات عندنا بدأت من 2009 حتى الآن تقريبا، ولكن قبل هاي العجوزات مثل ما تفضل الأخ إبراهيم كان في عندنا فوائض مالية. إحنا الميزانية اللي كل سنتين تطلع لا تتطرق بما حدث في العام الماضي في الميزانيات السابقة. إذا كان عندنا مثلا فائض مالي، وين راح هذه الفوائض المالية؟ أين تم استثمارها وأين تم صرفها؟ هذا كله يأخذنا إلى نقطة مهمة، وهي الشفافية والإفصاح عن المعلومات اللي نعتقد إحنا في الجمعية البحرينية للشفافية هي ناقصة، لم تصل إلى المرحلة التي يجب أن تصل إليها. في مجموعة مبادرات في العالم تتعلق بالشفافية، واحدة من هذه المبادرات هي مبادرة اسمها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي تتعلق مثلا عندنا في البحرين على الأقل فيما يتعلق بالنفط. لابد أن البحرين أو ما نعتقده تشترك في هذه المبادرة حتى تقول لنا بشكل يومي وليس فقط بشكل سنوي أو بشكل شهري ما هي أعداد براميل النفط التي استخرجتها من بئر البحرين وبئر أبو سعفة وبكم باعته. هذا يتم تراكمه بشكل سنوي، من خلالها على الأقل نعرف تفاصيل اللي هو 85% من إيرادات البحرين وهي اللي تعتمد على النفط. هذا كله يأخذنا إلى جانب مهم، وهو التزام البحرين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي فيها ثلاث نقاط مهمة جدا، وإحنا دائما وفي كل اللقاءات اللي نعملها نأكد عليها، هو اعتماد أو إصدار قانون حق الحصول على المعلومات. وهذا القانون إحنا في الشفافية اشتغلنا عليه من 2009، وقدمنا مقترح مع بعض الكتل النيابية آنذاك في 2009، وقدم المقترح إلى أن بدل ما يصدر قانون حق الحصول على المعلومات صدر قانون حماية مستندات الدولة، بمعنى كل شيء في الدولة لازم يكون تحت الحماية أو السرية. النقطة الثانية وهي إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وهذه من ضمن مسؤوليتها هي الإشراف على استراتيجية وطنية التي يجب أيضا أن يتم اعتمادها من قبل البرلمان، ويشارك فيها الهيئات أو الجهات المستقلة من ضمنها المجتمع المدني والجمعيات السياسية والناس وإلى آخر. فأعتقد في اعتقادنا إحنا هذه الثلاث نقاط إذا توفرت، إنشاء هيئة مستقلة، استراتيجية لمكافحة الفساد، قانون حق الحصول على المعلومات، ما رايحين نتفاجأ بالأرقام اللي ذكر عنها الأخ إبراهيم وانخفاض تصنيف البحرين من وقت لآخر. شكرا سيدي. دكتور حسن عندك مداخلة؟ آخر متداخلين الأستاذ يوسف مشعل تفضل، وبعدها أبو شرف بيكون عنده 3 دقائق للتعقيب. أبو شرف 3 دقائق. هناك أزمة، ما في أحد يقدر يقول ما في أزمة. في أزمة، ما أزمة مالية في الموازنة، هذه موجود. هناك فساد، لكن كل
من يتكلم عن هذه الأزمة يتكلم نظريا، ما في أي حلول جذرية، ما في أي أفكار ممكن أن هي تساعد. فما عندنا أحزاب سياسية، جمعيات سياسية، كلهم نايمين، برلمان في العناية المركزة، ما عندنا إلا الحكومة اللي هي قاعدة تفكر وتعمل، وما في خيارات مثل ما تفضلوا الإخوان قبل، ما في خيارات. إما أن هو بيزيد الإيرادات من خلال الضرائب أو أنه يستدين. طول هذه الفترة اللي تكلم عليها أبو شريف والدين يزيد، ليش الدين يزيد؟ حتى يبقى كل شيء على ما هو. احنا لحد الآن ما صار عندنا أي إيقاف للرواتب، ما عندنا أي من الشركات الكبيرة طلعت أو سكرت، وما في عندنا أي وقت صار في عندنا ديفولت في دفع الدين أو مصاريف الدين. هذه من وين يجي؟ هذه كلها من وين يجي؟ المواطنين يمثلون أكبر شريحة في القطاع العام، وأكثر من 1,250,000,000 رواتب فقط للقطاع الحكومي. طب هذه من وين يجي؟ فالحكومة ما عندها أي حل، إما الإيرادات تزيدها في الضرائب أو القروض. الحين الإيرادات تزيدها في الضرائب، نجي في غير الضرائب ممكن أنها تزيد الإيرادات. خصخصت بعض الخدمات، لكن هذه بيجي وبيأثر على المواطن، مثل ما نتكلم الحين على التأمين الصحي، وأن الحكومة بتخصص كل الصحة، وكل مواطن بحريني بيكون في عنده مبلغ معين اللي هو يستخدمه حق التأمين الصحي. لكن في أمور أخرى ممكن نتكلم عنها، أمور بسيطة وصغيرة ممكن أن هي تساعد في زيادة الإيرادات، من تخصيص بعض الخدمات اللي تقوم فيها الحكومة، تتركها الحكومة وتعطيها للقطاع الخاص اللي هو يشغلها وهي تأجرها للقطاع الخاص. هذه يحتاج إلى أفكار، يحتاج إلى دراسات. من وين تجي هذه؟ تجي من الأحزاب والجمعيات السياسية. وهذه للأسف، يعني اسمحوا لي، أنا في جمعية سياسية عريقة، لكن اسمحوا لي في هذا الشيء، إنه ما في هذا الشيء قاعد يصير، ما في دراسات قاعدة تنعمل وتتوزع وتنعطى وتنشر إنها هي تساعد وتقول حق الحكومة إن إحنا موجودين نفكر وياكم. الشيء الثاني إن يعني الكل عارف وكل الجمعيات السياسية تشوف إن الأزمة قاعدة تكبر وتتفاقم أكثر وأكثر. طيب لمتى؟ لمتى بيبقى هذه التلكلك وهذه القوقعة في الجمعيات السياسية؟ ننتظر الحل، ننتظر الحل. ما تشوفون أن حان الوقت لكل هذه الجمعيات السياسية أنها هي تقبل وتحاول أنها هي تدخل حتى تساعد، تحاول أنها هي تغير من هذه قبة البرلمان الموجودة عندنا اللي ما في منها وما استفدنا منها إلا في الفترة اللي كانت في معارضة؟ وديمقراطية بدون معارضة لا تعتبر ديمقراطية. شكرا واسمحوا لي. شكرا أستاذ يوسف، شكرا جزيلا أستاذ يوسف مشعل. أستاذ إبراهيم شريف، عندك 3 دقائق بشكل مكثف وسريع. شكرا لجميع الإخوان المتداخلين. الوضع في البحرين مثل قطار ماشي بسرعة قصوى، محطة جاية قدام، أي دين في نهاية المطاف لازم أنت تسدده.
إذا ما تسدده ينفجر في وجهك، فما في 83% قد يكون مقبول، لأن أمريكا فيها حوالي 100%. اليابان فيها 250% يا جماعة، حجم الدين في اليابان 250% من حجم الاقتصاد من جي دي بي. ليش ما انفجر؟ لأن ما حد خايف من اليابان. اليابان عندها تريليون وربع، 1250 مليار دولار احتياطي، من بيشكك في اليابان؟ العجز ماله كلها 4.5%، تستطيع بسهولة تزيد الضرائب شوي وتغطي كل العجز ماله. ما حد يشكك في اليابان، أنت تشكك لأنه ما عندك وضوح. اليابان في وضوح جدا، وفي وسادة كبيرة من الريزيرف الاحتياطيات تنام عليها. احنا ما عندنا لا الوسادة ولا عندنا الوضوح، احنا قطار سريع ماشي وفي محطة جاية وما قادرين نخفف السرعة. في أحد يقول إن لما توصل المحطة هذه في النهاية بتطق في الجدار وبتكسر بتنفجر. هذا هو الوضع اللي موجود عندنا. مثل ما قلت، مشكلة الدين العام مش مشكلة إذا كان عندك وضوح، إذا كان عندك وضوح في قضية كيف بتدير العجز في المستقبل وتحوله إلى صفر أو تحوله إلى 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 زائد. الحلول الدكتور مشعل، أنا طرحت مجموعة من الحلول، ما في تفاصيل لها لأنه من يريد أن يدخل في التفاصيل عليه أنه يلم بالمعلومات اللي عند الدولة اللي مش موجودة عندنا، مش متوفرة مثل ما قال السيد شرف. في قضية الحلول التصاعدية، الضرائب التصاعدية، العالم كله 34% ضرائب موجودة، مش على مستوى العالم، أقل دول من الصناعية فيها 20-18%، المكسيك أو تشيلي أو تركيا إلى آخره، هاي كلهم فيهم 20% وزيادة موجود. ممكن هذا الحل، لكن من يتخذ القرار ما يفكر في يفرض ضريبة على الذين الكبار وعلى أصحاب العقارات وعلى أصحاب الثروات وعلى آخر، لأن مو ممثلين الثانيين اللي يقولون أوكي لا تقصوا من الكعكة مالتنا، أخذوها من الكبير في هذا البلد. نقدر ننزل نفقات الدفاع، ما في سبب أن يكون عندنا بهذا الشكل. العالم كله ماشي بهالاتجاه، إحنا محافظين دول الخليج. إحنا إذا تشوف أكثر عشر من 10 دول في العالم في نفقات الدفاع، 6 منهم دول الخليج، 6 من أكثر دول العالم في نفقات الدفاع بالنسبة لحجم اقتصادها. في نفقات غير مدرجة في الميزانية، احنا ما قلنا كلها نفقات غير شرعية وغير ضرورية، ناقشوها، خلي تنافس مع غيرها في قضية حصتها من الكعكة، كعكة المصروفات. أراضي يا جماعة توزع بدل لا توزع، يجب أن تعرض مناقصات. الآن يمكن نقول في قبل 10 سنوات الحكومة ما تحتاج، اليوم الحكومة تحتاج كل أراضي توزعها مجانا هبات، ليش؟ أعرضها مناقصات وحصل. أنا كان تقديري قبل 7-8 سنوات أن قيمة الأراضي السنوية إذا تحصلها في 500 مليون دينار تقدر تحصلها فقط من قيمة الأراضي، يعني هذه حوالي ثلث العجز مالك تغطيه. ففي حلول تفصيلية، لا لأن تفصيلية تحتاج معارضة تملك كل هالمعلومات اللي موجودة عندنا إحنا. الخصخصة قد تكون حل بشرط وجود حاجتين، قد ومش ضروري تكون صحيحة، لأن كأيديولوجية أنا أعتقد أنه هي لازم تشوف حالة بحالة. أول شيء لازم يكون عندك شفافية كاملة في موضوع الخصخصة، ما يصير تخصخص بلد شفافية موجودة فيها، لأن الحراميين يمكن يبقون يأخذونها بأبخس الأثمان. ثاني شيء، خصخص شركة وربحت ما تأخذ ضرائب عليها، خصخصة بدون ضرائب ما له معنى. ما في بلد في العالم خصخص ما أخذ ضرائب على الشركات، إحنا ما نأخذ ضرائب، لا في شفافية ولا في ضرائب، فتخصخص في النهاية ليش؟ آخر شيء قضية الشراكة، أي طيب المعارضة مستعدة لشراكة مع الحكومة، هل الحكومة مستعدة لشراكة مع المعارضة؟ مش ما في استعداد لوجود شراكة. أنا معاك في هذا الموضوع، إحنا نحتاج شراكة، نحتاج معارضة تحدى نفسها في موضوع تقديم برامج وبرامج بديلة، لكن تحتاج طرف آخر مستعد أن يقوم بعملية الشراكة في هذا الموضوع. شكرا وأسف على الإطالة. ونعتذر Thank you.